لكل من يتابع قناتي لاحظ أن أغلبية فيديوهاتي تشرح عن موقع إيباي، ولكن البيع على موقع إيباي هو ليس عملي الوحيد، فأنا أيضا أعمل على موقع أمازون وأعمل بمجال الدروب شيبينج وأيضا التسويق الإلكتروني، وإن شاء الله سيكون عن جميع هذه المواضيع فيديوهات تشرح لكم عن هذه المجالات. وفي هذا الفيديو سأطلعكم عن معلومات مهمة عن موقع أمازون الذي يعتبر من أكبر وأنجح المواقع الافتراضية في العالم. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوس أكاديمي. موقع أمازون أنشئ سنة 1995 من قبل جيف بوزوس الذي توج سنة 2018 كأغنى رجل بالعالم. إحصائيات تبين أن 80% من المشترين في الولايات المتحدة يشتروا من موقع أمازون على الأقل مرة واحدة خلال الشهر، و 20% يشتروا على الأقل مرة واحدة خلال أسبوع. موقع أمازون يسيطر على السوق في الولايات المتحدة بنسبة 51% من مجمع المبيعات في السوق الأمريكي، فهو احتل المرتبة الأولى في قائمة مواقع البيع الافتراضية في الولايات المتحدة. يوجد في الموقع 300 مليون شخص مسجل كمشتري في الموقع، ويصنف محرك البحث في موقع أمازون الأول في أمريكا. إذا الزبائن عندما تريد شراء منتج أو البحث عن منتج معين سيبحث أولا في موقع أمازون ومن ثم في محرك البحث جوجل. إذا ما هي أسباب نجاح هذا الموقع وتحصيله على هذه الإنجازات المذهلة؟ السبب الأول والأساسي والذي أمازون تركز عليه دائما هو خدمة الزبائن السريعة التي توفرها للزبائن. حتى رمز الأمازون يدل تركيز الشركة على خدمة الزبائن، إذ يدل الخط البرتقالي الممتد من الـ A إلى الـ Z عن رضا الزبائن في جميع المستلزمات التي يريدونها. السبب الثاني هو سرعة شحن المنتجات. يوفر موقع أمازون خدمة شحن تسمى بالبرايم، يشترك بها الزبائن مقابل 99 دولار بالسنة، وبالمقابل جميع المنتجات التي سيشتريها من الموقع الزبون ستصل خلال يومين أو ثلاث إلى بيته. وقد أعلن موقع أمازون أنه يوجد 100 مليون شخص مشترك في هذه خدمة البرايم، حتى أنهم أعلنوا مؤخرا عن برنامج شحن متقدم يرسل الرزم إلى الصندوق الخلفي لسياراتهم أو إدخال الرزم داخل البيت بحالة الزبون أو المشتري غير موجود في البيت. هذه الخدمة تسمى بأمازون كي. السبب الثالث هو إمكانيات الإرجاع السهلة. يمكن موقع أمازون للزبائن إرجاع المنتجات التي اشتروها من موقعه بسهولة ومن دون الكثير من الأسئلة، فبحالة إحدى الزبائن فتح طلبية إرجاع سيصل لبيته خلال يومين شركة شحن لأخذ المنتج وإرجاعه للأمازون. فكما نرى جميع هذه العوامل تتمحور حول توفير السرعة والخدمة الممتازة للزبائن. موقع أمازون يعتبر أكثر من موقع واحد، يوجد موقع أمازون أستراليا، أمازون بريطانيا، أمازون مكسيك، وكل موقع غير مرتبط بالآخر. هذه هي قائمة المواقع للأمازون ولأي دولة تابعة. الموقع الأقوى هو موقع أمازون أمريكا. أيضا موقع أمازون بدأ بالخروج من العالم الإلكتروني ودخل العالم الواقعي، وفتح عدة متاجر تسمى بأمازون جو، وهي عبارة عن متاجر يباع بها المنتجات دون موظفين وتعمل بطريقة إلكترونية. للتلخيص، موقع أمازون يطور نفسه سنة بعد سنة ودائما يبتكر طرق متقدمة بمجال التجارة الإلكترونية ليميز نفسه عن باقي منافسيه. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحتم بإضافة معلومات مفيدة لكم. وإذا يوجد أي أسئلة بخصوص البيع أو الشراء عن موقع أمازون أرجو كتابتها بالتعليقات وسأرد عليها بأسرع وقت ممكن. أيضا لا تنسوا الضغط على سبسكرايب والاشتراك بقناتنا لمشاهدة آخر أخبار التجارة الإلكترونية، والضغط لايك على الفيديو. سأراكم قريباً.